السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله بغينا نتعلمو الـ CSS. اليوم عندنا التوتوريال ديال الـ CSS. الآن كل شيء غادي يكون تعلم HTML. إذا نبدلو هنا ونديرو الـ CSS طبعا. إذا هنايا الـ CSS هي فاش تاكس كمل وتكتب الـ HTML ديالك، ما كيكونش فيه شي جمالية ولا شي حاجة، كيكون كتبة سي اس اس كتستيلي لك القضية وكتقادو لك كتصاوبو لك مزيان. هادشي علاش غادي نتاو كدير لك الكولور، كدير لك بزاف ديال الحوايج، كتغير لك الفونت، كتغير لك بزاف ديال الحوايج. اول شيء غنتعلمو كي كنديرو تنبداو هاد سي اس اس. هي عندها ثلاثه طرق باش نديروها. مثلا ممكن نجي ونفتح هنا ستايل، ندير لها بحال هكا وندير لها تيب وندير تكست سلاش سي اس اس، نسد بحال هكا ونجي لهنا. الان هذاك اللي باغي نبدل فيه، مثلا باغي نبدل فيه هاد اش ان باغ اكزومبل. كي قلت لكم اي كونتوني خاصنا ضروري نديرو وسط شي باليز، كان تيت خيدار وسط اه، كان باراغراف وسط بي. ما هنعاودوش حنا اش تي ام ال. الان اللي باقي ما تفرجش فيه يرجع يشوف. غادي نجو نعيطو عليه بهاد اش ان، نجي لهنا غندير اش ان، غادي نعطيه انا نبينو لكم وهو بدل. تن بعد غنشرحو لكم هادو اللي كنغيرو فيهم دابا شنو كندير. تن من بعد غادي نشرحهم لكم ان شاء الله. غنجي ندير كولور، غندير دو بوان، وغادي ندير ليه بحال هكا، نعطيه ريد مثلا. غنجي ندير ليه فونت سايز، نعطيه مثلا واحد 5 ريم. نعطيه تكست اونلاين مثلا، نعطيه سنتر، جي الوسط، بارك علينا شو نشوفو هادشي واش تابليكا شي كي كاين. غنشوفو دابا كيولي فوالا الكولور اللي ما تابليكاش. علاش كولور ريد نورمال ما خصو يخدم ريد و احمر. عجب دبور درت ليه هادو، درت ليه تيوتيوات، سمحوا ليا هو الان هاي تابليكا. غادي نشوفوا الطريقه الثانيه. مثلا نحيدوا هذا صافي، ردوا كومونتير باش ما يبقاش تابليكي لينا هنا، ونرجع باش نرجع نوريكم الطريقه الثانيه. فوالا غادي نجيو دابا غادي نكتبوا هنا فين كاين اش اه، غندير لها بحال هكا وغنكتب ستايل، غندير ايغال، غنكتب مثلا كولور، غندير دو بوان، غنعطيه مثلا بلو، بارك علينا شو نشوفو شنو غادي يطرا. صافي هو هنا تابليكا. هذه طريقه، ولكن هاد الطرق بجوجهم راه مخدامينش نهائيا، مخدامينش. ما معنى شي يعني هما راه يخدموا هاي تابليكاو، يعني ماشي عمليين. تصور معايا انت صوبتي واحد السيت فيه 8 الباج وعندك شي فوت ولا شي حاجه وبغيتي تصلحها، هاتجي تقرا 8 الوراق وتبقى تقلب. خاصك دير تليه مع السي اس اس، دير واحد اللينك انا نوري لكم دابا. غادي نحيد هادشي، غدير باج وحده كتجمع فيها كلشي، حتى الا جيتي تتبع هاد الطرق كل باج غادي تكتب فيها السي اس اس ديالها. وحنا بغينا واخا يكون عندك سيت فيه تا 20 صفحه، دير باج وحده ديال السي اس اس. اول شيء نجي نفتح واحد نيو فايل، واقيلا انا ديج حاله ما عقلتش. غادي ندير اول حاجه كتسميها هي ستايل،
السي اس اس كتسمى دائما ستايل، انا ما عرفتش واش دايرها ولا مدايرهاش، ما عقلتش واش عندي في الدوكيمون. ما علينا، غندير ستايل وغندير وكدير الامتداد ديالها، كدير بوان وكدير سي اس اس اونتري، صافي الباج ما عنديش. اذا ها هي دابا تصاوبت لينا، ولكن انا حد الان هذه بحدها وهذه بحدها، واخا نكتب فيها هذاك الشيء ما بينهم شي لينك. اللينك هو هذا، الا ما نبقى نحفظ فيه ولا نضيع لكم في وقتكم. ها هو اللينك، يعني الرابط، هذا اللينك كيربط بين جوج صفحات، وهنا تيب تكست سلاش سي اس اس راه معروفه، وهنا شريف كتكتب فيها سميه ديال سميتو ديال ستايل ديالك اللي هتكتب فيها سي اس اس. ولا كنتي هاد ستايل مثلا مشيتي حطيتيها، احيانا كيديروا هاد القضيه، غالبا ماشي غير احيانا، كيشدوا هاد ستايل هاد الفايل وكحطوه وسط دوكيمون كيسموه سي اس اس. اذا هدير سي اس اس بحال هكا وهدير بحال هكذا. انا هنا حطيته غير حداه، خلينا نخدمو غير على هاد الطريقه. الان راه الاش تي ام ال تليه مع السي اس اس، غنجي لهنا كنكتب بحال هكا، غنجي ندير اش اه وغنابليكي عليها اللي بغيت، نعطيها مثلا كولور هكا. من بعد غنشرح لكم هادشي كامل ان شاء الله. غندير ريد، هذا هو المهم عندي بلا ما نبقى نضيع لكم في الوقت، ونجيو نشوفوه واش تغير. فوالا، الان الحاجه اللي خاصك تعرفها هي هاد اللينك هتولي تحطوه هنا الفوق، تحطوه هنا في الهيد، وهنا كتب سمية ستايل سي اس اس ديال الفيشي ديالك، ولا الفيشي ديالك نيت اللي هتكتب فيه سي اس اس، وجي هنا السي اس اس وبدا سمو تكتب فيه لي باليز ديالك. شكرا على المتابعه، ونتمنى من الله نكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.